لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ما زلنا في درس العقائد في أدلة إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وقد تحدثنا في الدرس السابق عن دليل الفطرة، لأن الفطرة تدعو الإنسان إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى بذاتها بدون حاجة إلى دليل أو تفكير أو تأمل. الدليل الثاني الذي عادة ما يذكر في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وهو دليل النظم أو وجود النظام في العالم، يدل على أن لهذا النظام منظم وخالق وهو الله سبحانه وتعالى. هذا الدليل من أقدم الأدلة ومن الأدلة الحسية التي يحس بها كل إنسان، لا يحتاج إلى مناقشات فلسفية معمقة أو صعبة، وإنما كل إنسان بفطرته وبذاته يعرف أن هذا العالم له نظام، ولكل نظام هناك حاجة إلى منظم، ولا بد لهذا العالم من خالق وهو الله سبحانه وتعالى. حقيقة تذكر قصة شيقة تبين بداهة هذا المعنى. قال كان أحد الملوك ملحد لا يؤمن بوجود الله، وقد طلب من رئيس الوزراء الذي كان مؤمنا أن يأتي له بدليل على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. فسكت الوزير مدة عنه، ثم بعد أشهر ذهب الملك إلى الصين، ومن عادة الملوك في السابق أن يذهبوا إلى مناطق معينة في غابات وصحاري فيها ما يصاد. فوجد الملك في قلب الغابة بيتا كبيرا جميلا مرتبا واسعا، ذات غرف وأرجاء وأبواب مرتبة وشبابيك مرتبة ووسائد. وهذا البيت لم يكن، لأن الملك كان يزور المنطقة في السنين السابقة ولم يجد هكذا قصرا موجود. فسأل الوزير من بنى هذا البيت؟ فقال له الوزير هذا البيت لم يبنه أحد، وإنما حدثت عواصف ورعد وبرق ورياح كبيرة، واجتمع الآجر مع الماء مع الطين مع الحجارة، وصارت الجدران هكذا والأشجار تقطعت وتكسرت، وصادف وجود حديد أن يقص الأشجار فقصها، ثم صارت أبواب وصارت هكذا، ثم صادف أن هناك يعني زولية أو موكيت من بعض المحلات، وبسبب رعد وبرق ورياح عاتية طارت هذه وجاءت وفرشت، فصار البيت مفروش بأنواع من الموكيت أو الزوالي الجيدة الثمينة. فالتفت الملك إلى وزيره فظن أن الوزير قد جن، قال هل أنت عاقل تتحدث بهذا الكلام أم أنت مجنون، يعني من يصدق هذا الكلام؟ فقال له الوزير أنا قلت هذا الكلام لأثبت لك أنه بيت صغير عادي لا يمكن أن يوجد ويبنى ويرتب بدون باني بدون علة، فكيف تريد السماوات والأرض كلها خلقت بدون خالق؟ كيف يمكن هذا العالم كله بما فيه من كواكب ومجرات، وفي الأرض البحار والأنهار والغابات والحيوان والإنسان، وكل هذا تريد أن كل هذه تأسست من لا شيء؟ هذا هو إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. فهو في الواقع اعتمد على دليل النظم في هذا، وكان بشكل بديهي يدرك أن هذا الدليل يلامس شعور الإنسان العاقل ما لم يكن معاندا. كل عاقل يدرك أن هذا الدليل هو واضح. على كل حال إذا أردنا أن
نصوغ الدليل صياغة علمية دليل النظم، فنقول أن الدليل يعتمد على مقدمات أربعة. المقدمة الأولى أن وراء ذهن البشري ما نراه أمامنا هناك عالم مليء بالموجودات، يعني ما نرى من موجودات من سماء وأرض وإنسان وحيوان ونبات وجبال وبحار، هذه لها حقيقة وهي موجودة فعلا. وقد يبدو هذا الكلام يعني غريبا، كيف ننكر أن العالم موجود أمامنا؟ ولكن لأن هناك من الفلاسفة وهم المثاليون، هؤلاء ينفون وجود العالم الخارجي، يقول أصلا عالم خارجي ما موجود، هذا كل ما موجود في الذهن، الذهن الإنسان هو يصنع هذه الأشياء. هذه أراء لا نريد أن نناقشها لأنها وضحت البطلان. يعني لو جئت هو نفس هذا العالم الذي يقول لا يوجد شيء في الخارج وأخذت منه شيئا، أفلا يذهب إلى الشرطة؟ أفلا يطالبك؟ أفلا يقول أنت سرقتني؟ وعلى ذلك يعترف بوجودك أنت يعني. ولكن مذهب فلسفي موجود ينفي أصلا، يقول في العالم لا يوجد شيء، كل ما نراه هو خيال في ذهن الإنسان. نحن لا نتحدث عن هؤلاء، وطبعا هؤلاء هم يرمون بعض الفرق الصوفية بهذا المعنى، لأنهم يقولون الوجود فقط هو وجود الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد وجود حق لموجود آخر إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن الصوفية يعني بعضهم الذين هم يعني لا يشركون لا يعنون هذا المعنى، يعني أن الوجود الأصيل القائم بالذات هو فقط وجود الله سبحانه وتعالى. الله قائم بذاته وكل شيء قائم به، أما الموجودات الأخرى فقد أخذت وجودها من الله سبحانه وتعالى. لا يقول لا يوجد موجود في الخارج، لا ينفي أحد وجود الموجودات في الخارج، نعم يقول هذه ليس وجودها حقيقيا، الوجود الحقيقي المحض وجود لله سبحانه وتعالى، ولكن وجودها هذه وجودها نسبيا باعتبار اكتسبت الوجود من الله سبحانه وتعالى. فحتى هذه الفرق هي لا تنفي وجود موجودات في الخارج. فإذا قلنا أن دليل النظم يعتمد على أربع مقدمات، المقدمة الأولى هي أن هناك وراء الذهن وجودا قائما وموجودات موجودة ونراها ونشعر بها ونحس بها في عالمنا، وهو الأمر البديهي لعموم الناس ما عدا كما قلنا بعض الفلاسفة من المثاليين الذين ينكرون كل وجود. المقدمة الثانية أن عالم الطبيعة الذي نراه حولنا هو خاضع لنظام معين. عالم الطبيعة يعني هل هو منظم أو هو غير منظم عشوائي؟ غير منظم عشوائي يعني تارة تأتي إلى مكان ترى أثر النظام فيه، بيت مبني غرف وجدران وأبواب ومساحات معينة، جدران متوازية متساوية، مكان الحمامات، مكان المطبخ، مكان غرفة الاستقبال، مكان غرفة، هذا منظم ويدل أن هنالك نظم فيه. وترى لا، تأتي إلى الجبال فترى هنالك كهوف ومغارات غير منظمة، ممكن تكون الفتحة صغيرة وداخل الغار كبير، أو الفتحة كبيرة والغار صغير، والغار ليس فيه جدران منظمة ولا غرف منظمة، ربما مغارات فرعية ولكنه لا يوجد شيء منظم بذاك المعنى. فالسؤال هل هذا العالم الذي نراه ونؤمن بوجوده من هذه الكواكب والنجوم والجمادات الموجودة في الكرة الأرضية ونظامها والأحياء في الكرة الأرضية من نبات وحيوان وإنسان، هل هذه خاضعة لنظام معين أم أن وجودها عشوائيا؟
طبيعي نراها أنه خاضع لنظام معين، نرى كل شيء يمشي بنظام دقيق. هذه الكواكب والنجوم والأجرام السماوية لها نظام دقيق، الحيوان النبات الإنسان وجوده فيه نظام دقيق، داخل الإنسان داخل الحيوان داخل النبات، غذاء الإنسان وتنفسه وتفكيره وحركته تدل على أن هنالك نظام في خلقه وليس بشكل عشوائي. العين في الأعلى كان ممكن العين تكون في قدم الإنسان لو كان عشوائيا، لكن لو كانت في قدم الإنسان كانت تفقد خاصيتها في الرؤية، ولذلك صارت مثلا في الأعلى. كان ممكن الرجل تكون في الرأس، ولكن لو كان في الرأس كان يتأذى الرأس وممكن يصاب بحوادث والرأس حساس. في الخلق بهذا الشكل الإنسان المستقيم المنبسط، فقراته بشكل معين دقيق مخلوقة بحيث فقرة الرقبة منحنية إلى الأمام حتى تكون الرقبة مفتوحة، ولو كان بالعكس كانت الرقبة إلى الأسفل، الصدر بعكس الرقبة الانحناء إلى الخلف حتى يستقيم جسم الإنسان، وهكذا طول الرجلين طول اليدين، وكل ما عند الإنسان وعند الحيوان والنبات كله تابع لنظام معين. فإذن العالم من حولنا ليس بعيدا عن النظام، وإنما هو فيه نظام، لا يمكن أن ننكر النظام حولنا. عالم الطبيعة حينما اكتشف البشر الكواكب والأجرام السماوية والأفلاك المختلفة يعرف أن لها نظاما دقيقا وكبيرا ومهما وقوانين محسوبة، حتى أن طلوع الشمس وغروب الشمس وأيضا الخسوف والكسوف وغيره يحسب بالدقة، وأحيانا بالدقة العلمية إلى حد الثانية تحسب متى تكون. فمعنى ذلك هنالك نظام، لو كان عشوائي ما كان يؤدي إلى نظام. قلنا أن العاصفة إذا صارت في الصحراء لا تؤدي إلى نظام، صحيح الرمال بعض الأشجار تقلع والأحجار والصخور قد تتكدس على بعضها، تصير هناك تلال أو رمال أو حفر أو مشاكل، نقول هنا المسألة عشوائية تأثير غير هادف وغير منظم وغير عاقل. بينما عالم الطبيعة الذي قلنا بالمقدمة الأولى أن العالم موجود من حولنا، نرى أن هذا العالم فيه نظام. طيب ننتقل إلى المقدمة الرابعة الثالثة، وهي وجود قانون العلية، يعني لكل معلول علة ولكل موجود لابد من موجد ولكل مسبب لابد من سبب أدى إلى وجوده. هذا القانون يؤمن به كل إنسان بفطرته و لا يمكن إنكاره، نقول أنه لا يوجد قانون العلية. أصلا نظام الكون مبني كله على قانون العلية، نظام الاجتماعي في الدول مبني على قانون العلية، حتى الملحد لنفترض في بلد من الملحدين لا يؤمنون أصلا بالله ولا يؤمنون بقانون العلية. طيب لو سائق سيارة اصطدم بشخص وقتله، هل يعاقب ذاك السائق أم يقول لا نحن لا نرى علة لهذا، هذا رأيناه مات ولكن السيارة ليست علة لقتله، هل يقال هكذا أم لا؟ يقول لا، أنه أنت القاتل لأن سيارتك هي التي اصطدمت بالشخص وأدت إلى قتله. لو سرق أحد مال غيره، هل يقول لا أنه أنا لست علة لأخذ المال، المال هو بدون علة طارق من بيتي المسروق ودخل في جيبي بدون علة ووحده، هل يقول هكذا أم يقول لا هنالك علة، أنت تحركت أنت ذهبت برجلك دخلت البيت فتحت الجارور وأخذت المال فأنت علة لذلك. يعني هل المادي الذي لا يؤمن بالله أو الملحد الذي لا يؤمن يقول أنا لا يوجد قانون علية في الكون؟ لا يمكن، لأنه لا يمكن إنكار هذا القانون.
حتى العلوم الطبيعية كلها تثبت بماذا؟ بقانون العلية. يعني حينما يقرر علماء الفيزياء أن الماء مثلا ينجمد بدرجة صفر سنتيغراد أو يتبخر ويغلي بدرجة 100، طيب هذا كيف عرفوا؟ جربوا مرة بالحرارة وقاسوا ووجدوا أن الماء يغلي بدرجة 100، مرة ثانية مرة ثالثة كرروا التجربة فوصلوا إلى هذه النتيجة. سهل ممكن أن نقول لا، أنه ليست الحرارة هي السبب، سبب شو آخر؟ الحرارة لا علاقة لها بتسخين الماء ولا علاقة لها بفوران الماء وتبخر الماء، أو أن البرودة لا علاقة لها بتجمد الماء. صحيح أن الجو برد إلى صفر ولكنه لا علاقة له بالماء وانجماد الماء. هل يقول عاقل هذا المعنى؟ علماء الطبيعة هل يقولون بهذا المعنى؟ طبعا لا، قل لابد هناك من سبب معين ولماذا صار. فنرى أن أصلا العلماء يبحثون على تفاصيل دقيقة في الأسباب. حينما يدرس النبات مثلا يرى أن الورقة الشجرة الجانب الأمامي هو أكثر خضرة من الجانب الخلفي. لماذا؟ لأن هذا الجانب الأمامي معرض للشمس فيستطيع أن يصنع غذاء أكثر، أما الجانب الخلفي ليس معرضا للشمس فيكون أقل خضرة. أن سيخان الورقة صار بشكل التي تكون الورقة مفتوحة، ولكن ممكن السيخان يكون بالعكس والورقة مغلقة، ورقة الشجر فهي مفتوحة وصارت السيخان بهذه الدرجة والخضرة مكثفة لكي تستطيع أن تأخذ مقدار أكبر من نور الشمس وتصنع غذاء أكثر. فهذه الدقة في تدل على أن هناك علة لوضع الشيء بهذه الدرجة. أما نقول بدون علة وحده صدفة، لماذا كل أشجار الدنيا هكذا صارت صدفة؟ يعني لنرى أشجار بعكس ذلك، إذن ليست صدفة وإنما هو قانون العلية أو قانون لكل معلول علة وهو يحكم هذه الحالة. نأتي إلى المقدمة الرابعة، وجود الأثر يدل على المؤثر. نحن وجدنا حسب قانون العلية أن هنالك آثار، قلنا في المقدمة الأولى أن الذهن البشري يرى أن هنالك موجودات، والشيء الثاني أن هذه الموجودات منظمة، والثالث يؤمن هنالك لكل معلوم علة. فيأتي السؤال الرابع، ما هي علة هذه الموجودات الموجودة في عالم الطبيعة سواء كان في السماوات أو في الأرض، هذا العالم الذي نراه ونحس به ونشعر به، ما هي العلة؟ نقول هذا أيضا هذا المعنى أن وجود الأثر يدل على المؤثر، ممكن أن يدل على دليلين للمؤثر. أولا يدل على أصل وجود المؤثر، يعني قلنا حسب قانون العلية ما دام هذا الأثر موجود فلا بد هناك من مؤثر له، ما دام هذا المعلول موجود فلا بد له من علة. فهذا الكون نقول لا بد له من علة، والعلة كما نقول هي الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه الدراسة في عالم الطبيعة لا تعطينا فقط أنه هناك علة لخلق الكون فقط هذا المعنى، لا تعطينا نقطة ثانية مهمة وهي مواصفات هذه العلة. هذه العلة ما هي مواصفاتها؟ هل العلة عاقلة أم غير عاقلة؟ أن الذين يؤمنون بالطبيعة وعالم المادة يقولون الطبيعة خلقتها، تعبيرا بالإنجليزي Mother Nature، هذه الطبيعة هي الخالقة ليست الله. صحيح هنالك علة ولكن العلة هي الطبيعة. هذا نناقش في قضية الدور والتسلسل أن الطبيعة لا تصح، ولكن في هذا الجانب في جانب دور النظر يقول أن الطبيعة المخلوقات تدل على نوع العلة الموجودة. حتى نوضح النقطة ممكن نضرب بعض الأمثلة. ترى تأتي إلى ورقة صفحة مطبوعة طباعة جميلة أنيقة مرتبة
وفيها كلمات أدبية، مقالة أدبية جميلة حلوة، فتستفيد منها شيئين. أولا أن هناك شخص طبع الحروف، والنقطة الثانية تقول أن هذا الذي طبع الحروف هو أولا عاقل، ثانيا يعرف الطباعة، ثالثا يعرف القراءة والكتابة، رابعا أديب لأنه وضع مقالة أدبية جميلة. بعكس ما لو رأيت أن الحروف موجودة مطبوعة وتقول أنها هنالك من طبعها ولكنها غير منظمة، كان طفل بدأ يلعب بالكيبورد وبدأ يضغط على الحروف ويطبع على الكمبيوتر ثم ضغط على الطابعة فخرجت، فترى أن حروف موجودة. صحيح تقول لهذه الحروف هنالك سبب، والسبب الطفل لأنه طبع، ولكن كيف ميزت أنه طفل؟ لأنه يعني ترى أن الجمل غير مفهومة، كلمات غير واضحة، تسلسل الأسطر غير صحيح، لا يوجد إعراب، لا يوجد معنى أصلا هذا الموجود. كما لو جلس قرد يقلد الإنسان وبدأ يطبع على الآلة الكاتبة، طيب هل يخرج قصيدة شعرية هذا القرد؟ المعنى الأول وهو الأثر يدل على المؤثر موجود، نقول أنه رأينا الحروف مطبوعة فلا بد من طابع لها، هذا الجانب صحيح. ولكن الجانب الآخر، هل نعرف مواصفات الطباع؟ ما هي صفاته ومدى عقله وفهمه واستيعابه وقدرته العلمية أو العقلية؟ هل تبين؟ نعم تبين. المرحلة الثانية نقول أنه من ما كتب يبين، لو رأينا كتابا مكتوب في الطب مثلا فلا يكفي نقول أن هنالك طباع طبع الكتاب، لا، نقول أن صاحب الكتاب رجل متخصص وماهر في علم الطب. نحن لم نرى المؤلف ولم نرى الكاتب، وربما الكاتب مات منذ مئات السنين، ولكنه الأثر الذي تركه لا يدل فقط على وجود مؤثر، بل يدل على صفات المؤثر، أن هذا المؤثر كان رجلاً طليعاً بالطب، طليعاً بالعلوم المتعلقة بالأمراض المختلفة والأدوية، ولذلك حينما كتب الكتاب يدل على قدرة، تدل الكلمات على قدرته العلمية. حينما نقرأ كتاب القانون في الطب لابن سينا مثلاً، نحن لم نرى ابن سينا، مات منذ مئات السنين، ولكن نقول أنه ابن سينا كان متخصصاً بالطب لأن الكتاب يدل على ذلك. ولو قرأنا كتابه بالفلسفة لقلنا أن ابن سينا ليس فقط طبيباً حاذقاً وإنما فيلسوفاً قوياً، لماذا لم نره ولم نعرفه وبيننا وبينه مئات السنين؟ ولكنه من الأثر استفدنا هذا المعنى. إذن النقطة الأخرى، قلنا أنه في قانون العلة والمعلول ليس فقط أن المعلول يدل على العلة، بل أن المعلول أيضا يدل على مواصفات وما تمتلكه العلة من مقومات. ترى نقول قضية عشوائية، يقول أنه هنالك نار وصدفة اللحم وقع في النار واحترق واسود إلى أن تفحم وانتهى، فنقول نعم النار علة للإحراق، هذه فقط علة. ولكن ترى نرى أن هذا اللحم نضج وصار طعاما يؤكل ونضجه بشكل معين، فأيضا النار كانت علة لنضج اللحم، ولكنه نقول هنا الذي طبخ اللحم كان عاقلا يعرف مقدار ما يطبخ اللحم، وقبل أن يحترق رفعه من النار وأطفأ النار وما شاكل. فإذن مواصفات أخرى ممكن أن نستند إليها. الآن إذا رأينا العالم الموجود حولنا ماذا يدل ذلك؟ هل يدل فقط أن هنالك علة، والعلة ممكن أن تكون هي المادة الصماء العمياء البكماء التي لا حظ لها من الشعور ولا من الفهم ولا من الحياة؟ يعني هذا العلة التي خلقت العالم ممكن أن تكون هكذا تخلق قوانين، المادة ميتة ممكن تخلق حياة؟ يقول في الأحياء وجود حياة،
في هذا العالم يوجد أحياء والأحياء لديهم روح، فهل يمكن للخالق الذي خلق الروح أن يكون بلا روح وفاقد الشيء كما يقال؟ لا يعطيه. إذا المادة أو الطبيعة كانت الصماء العمياء التي لا تسمع ولا تعي ولا تفكر وليس لها حظ من الحياة، إذا كانت الطبيعة هي التي خلقت هذا العالم، فكيف خلقت الروح وهي ليس فيها روح؟ من أين جاءت الروح؟ زين، الطبيعة التي قلنا أمورها عشوائية، لنرى الأمور الطبيعية كما قلنا، تأثير الرياح والحرارة والبرودة والثلج على الجبال مثلا ممكن أن يولد كهوف ومغارات، لكن لا يبني بيتا مرتبا. هل هذا العالم بما فيه من نظام، ما فيه من دقة في النظم الموجود، هل هذا دليل على أن الذي خلقه ليس له شعور ولا فهم ولا عقل؟ لا، نقول بالعكس، هذا العالم فيه بصر، لأن بعض الموجودات كما الإنسان والحيوان يبصر ويرى الأشياء، فهل الخالق أو العلة التي خلقته ليس لها بصر؟ لا يمكن. هذا العالم فيه مخلوقات تسمع الأصوات، فهل الخالق لا يسمع الأصوات كما هو المادة؟ إذن ليس فقط نقول أن هذا العالم له خالق فقط، لا، هذا العالم يدل على صفات الخالق أيضا. قول أن هذا الخالق حي قدير عالم له إرادة، يسمع يبصر، وخلق الكون ضمن علمه وقدرته الفائقة بحيث يخلق هذه الكواكب والنجوم والأجرام السماوية بعظمتها، لابد أن تكون له قدرة كبيرة جدا، وقدرته ليست محدودة كقدرة البشر. البشر ممكن يبني له بناية 10 طوابق 20 طابق 100,000 طابق، أما أن يبني سماوات لا يستطيع. فإذا تدل الموجودات على صفة الموجد الخالق، صفته أنه قدير على كل شيء، قدير، استطاع أن يخلق كل شيء. والنظام الموجود في الكون يدل على أن الخالق أيضا له علم ويخلق بعلم وليس بشكل عشوائي، لأنه بعضهم يقول أنه الطبيعة هي التي خلقت، الطبيعة لديها القدرة والكفاءة. نقول إذا كانت الطبيعة عاقلة، وإذا كانت الطبيعة تسمع وتبصر وترى ولا حياة ولا قدرة، طيب أنت سميها طبيعة، نحن نسميها ونفس صفات الله سبحانه وتعالى، وإنما تأخذ الاسم تبدله بما يسمى بالطبيعة. نحن لا نتناقش في الألفاظ، ولكن إذا كان المقصود بالطبيعة يعني العالم المادي الموجود، هذا نسميه الطبيعة، عالم الطبيعي المادي الموجود، فهذا العالم الطبيعي المادي هو يفتقر إلى الحياة، يفتقر إلى الفهم، إلى الشعور، إلى التنظيم، إلى السمع، إلى البصر، وهذا لا يمكن أن يكون سببا لخلق هذه الموجودات كما هي. فإذن وجود العالم المنظم حولنا دليل على وجود خالق له، وأن هذا الخالق هو حي قيوم قدير عليم سميع بصير وغيرها من الصفات التي نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كل صفات الجمال والكمال له، وبعيد عن صفات النقص والحاجة والفقر، لأن الخالق القدير لا يحتاج إلى شيء، كل شيء بيده. إذن نبدأ من دراسة الموجودات حولنا ونعرف أنها منظمة ولها نظم، ثم بعد ذلك ننتقل لإثبات العلة
ومن العلة نقول أنه ليس فقط وجود علة خالقة، وإنما لهذه العلة صفات معينة، وهذه الصفات لا تنطبق كما يقولون على عالم الطبيعة، سواء حسب نظرية البيج بانج أو غيرها، كيف خلق العالم كما يقولون. نقول حتى لو صحت النظرية، ولكن هذا التوسع الكوني أو الانفجار على اختلاف التعابير لابد أن يدل على أن هنالك منظم له، خالق له، نظم هذا الانفجار بحيث لا يكون انفجارا عشوائيا. لو بيت في مكان ينفجر، هذا الانفجار لا يولد نظام، يعني البيت إذا انفجر لا يولد غرف، 10 غرف مختلفة تبقى الغرفة كاملة. لا، نرى أن الحديد والإسمنت والطابوق والزجاج كلها تتناثر، هذا معنى العشوائي. أما إذا أدى لشيء منظم، معنى ذلك أنه هنالك خالق منظم له وهادف في تنظيمه. يعني بعض العلماء يضرب مثل، يقول لو كان عندنا مواد بناء في مخزن من حديد وإسمنت وزجاج وخشب وسيراميك وأدوات الكهرباء والأسلاك الكهربائية وغيرها موجودة في مخزن، أخذنا نصفها وبنينا بها عمارة مرتبة هندسيا، منظمة جميلة مرتبة، والنصف الثاني جاء سيل وعاصفة ومطر ورياح وتبعثر في الخارج، ما نرى فرق بين الاثنين؟ طبيعي فرق كبير. النصف الذي بناه المهندس بناه بناء جميلا مرتبا دقيقا منظما، من الأبواب والغرف والشبابيك والمرافق وما شاكل. أما النصف الثاني الذي جرفه السيل، نرى أنه أكوام من الحديد والإسمنت والطابوق والخشب مكدسة فوق بعضها، ليس فيها نظاما. فإذن حتى النصف الثاني الذي ليس منظما نقول له علة، ولكن هذه العلة التي جعلته هكذا هي علة غير عاقلة، لأنه هي الرياح والعوامل الطبيعية أو المطر أو السيل الذي جاء، هذه علة له، ولذلك صار كومة من المواد مكدسة فوق بعضها، ولكن نقول العلة غير عاقلة. أما هذا العالم بهذا السعة والدقة في الخلق وفي النظم يدل على وجود علة عاقلة. إذن بهذا المقدار هنالك أمور أخرى تحتاج إلى شرح إضافي، ربما نوفق لها إن شاء الله في الدرس القادم، ولكن بهذا المقدار نقول أنه وجود العالم المنظم حولنا يدل على ضرورة وجود خالق له، وهذا الخالق له مواصفات الحياة والقدرة والعلم والعقل والفهم والشعور، ولذلك خلق. وهذا هو مقصودنا بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والمنظم والمدبر لهذا الكون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.